شعبيتي في يوم خريفي من شهر سبتمبر سنة 60. يوم 29 سبتمبر من نفس السنة، رئيس الوزراء شوان لاي وقادة الثورة الصينية والسفراء المعتمدين بالصين استقبلوا وفد الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية جي بي ار بقيادة الرئيس الراحل فرحت عباس. بعد الاستماع للناشدين الوطنيين وبعد استعراض تشكيلة للفرقة الموسيقية العسكرية، رئيس الوزراء شوان لاي رحب بالسيد فرحات عباس وبالوفد المرافق له، وقال بأن كفاح الشعب الجزائري أعطى مثلا كبيرا للشعوب الإفريقية وانتزع بجدارة تعاطف ودعم شعوب آسيا والعالم. Silence. Je suis profondément touché par les paroles de bienvenue que vous venez de m'adresser. Je vous en remercie très sincèrement. En vous remerciant, je remercie et je salue en votre honorable personne le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage et le constant rayonnement constitue pour tant de peuples asservis un bouleversant exemple. حناجر آلاف الصينيين والصينيات رددت يومها بمطار بكين: تحيا الجزائر، نعم للاستقلال، يحيا الشعب الجزائري البطل، تحيا الصداقة الصينية الجزائرية. سكان العاصمة خرجوا ليلا واصطفوا بكبريات شوارع بكين لاستقبال ممثلي الشعب الجزائري المقاتل. قبل هذا بخمسة أشهر وفي ماي سنة 60 الصين استقبلت وفدا يقوده كريم بلقاسم.
في مساء نفس اليوم بدأت المحادثات الثنائية بين الجانبين، الصيني بقيادة شوان لاي والجزائري بقيادة فرحت عباس. بعدها أقام الوفد الصيني مأدبة عشاء على شرف ضيوفه مرسولي الثورة الجزائرية. يوم 30 سبتمبر أحد أكبر رجالات القرن العشرين ماو تسي تونغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يستقبل الوفد الجزائري الذي أهداه علما جزائريا. بعدها أجرى الوفدان محادثات سياسية مطولة. يوم الفتح أكتوبر الذكرى 11 للثورة الصينية ماو تسي تونغ وفرحات عباس رفقة وفدي البلدين يحضران إلى الاحتفالات الرسمية بساحة تيان أنمن والتي شارك فيها حوالي نصف مليون شخص. كل شرائح المجتمع الصيني كانت حاضرة في هذه الاستعراضات إضافة إلى القوات المسلحة الصينية. الوفد الجزائري أعجب كثيرا بهذه القوة الصينية.
ضيوف جمهورية الصين الشعبية زاروا الملعب البلدي لبيكين الذي يتسع إلى 80,000 متفرج ودام بناؤه قرابة سنة. كما اطلع الوفد الجزائري على الأشغال الجارية لعصرنة المحطة المركزية للقطار بالعاصمة بيكين. وفد الحكومة المؤقتة استمتع أيضا بالمعلم التاريخي العالمي جدار الصين العظيم. بعد ذلك حظي الوفد باستقبال حار من طرف مواطن بلدية مجاورة لجدار الصين. الوفد انتقل أيضا إلى المعرض الوطني للصناعات والاتصالات، وهناك اطلع على مجهودات الصين لعصرنة صناعتها والخروج من التخلف. وبالمتحف الشعبي للثورة الصينية اطلع ممثل الثورة الجزائرية على مراحل الثورة الصينية التي دامت سنوات طويلة بقيادة الزعيم ماو تسي تونغ. الوفد الجزائري وجه دعوة لرئيس الوزراء شوان لاي للحضور إلى أول عرض فني للفرقة الموسيقية الجزائرية التي رافقت أعضاء الوفد الجزائري. سيد علي كويرات، أحمد وهبي، سعيد حليت، يحيى بن مبروك المعروف بلابرنتي وآخرون أمتع الصينيين. صور تاريخية حقا. سي قدور، واش كاين؟ اخ من مشيت الكرمه. قولوا يدخل. حاضر ادخل. اتكلم. عليكم السلام. العسكر هجم على المشتى اللي انا فيها وعملوا باطل ما يتوصفش. من غير شكر اللي جيت علمتكم. واش من باطل قول؟ بعد ما فتشوا البيوت الكل. راك متحقق يجيو هنا؟ من غير شك. شحال هما؟ 40 ولا 50. سي عمر خبر الجنود يخرجوا. زوج مترات ما بينهم ما كاش القمره اليوم. وجد كمين على الدخله نتاع المشتى. حاضر يا قايد. استنى سي بلقاسم، ادخلوا الكل في بيت كبيره. خلي معاهم 6 جنود. هكذاك اذا لحقوا العسكر توجدوا من يدافع عليك. حاضر. يلا سي عمر. نعم. كاش لابسين العسكر هادو؟ مزرقطين يا سيدي. من رجال المظلات يخلفوا طار عمليه الامس. الوحوش. يلا. انت بقى هنا يا ولد. حميده. نعم. قايم على الجنود اللي في العسكر. حاضر.
حاضر. متى فريد راي جاتك المناسبة باش تحارب؟ هيا. حاضر القائد. يلا احنا ندخل. ما علي سيدي ما علي. حبيتي تروحي معاه؟ نعم لكن يا للأسف في الأمر. يلا يا بنتي يلا. Sortez, bande de lâches! Sortez ou je vous fais sauter la baraque avec! Et pitié, j'ai quatre enfants! Il fallait penser à eux avant, restez chez vous! Sortez, je compte! Non, non, je sors! Les mains en l'air, l'arme à la bandoulière, le canon à terre! Bon, comme les autres! Adieu, quel problème! هدية من رئيس بلدية بكين إلى الرئيس فرحات عباس اعتراف ببطولة الشعب الجزائري. الجزائريون يستمتعوا بعد ذلك بعروض قدمتها الفرقة الشعبية للفنون الصينية. بعد ثلاث جولات من المحادثات بين الوفدين شوان لاي وفرحات عباس يوقعان يوم 5 أكتوبر 60 على البيان المشترك بين حكومتي البلدين. الوفد الجزائري كان متكونا من فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة، بن طوبال الأخضر وزير الداخلية، بن يحيى محمد صديق مدير الديوان برئاسة الحكومة، بومنج الحمد مدير الشؤون السياسية بوزارة الإعلام، لامين خان مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية. في كلمة قصيرة ليو تشاوتشي نائب الرئيس جدد دعم الصين للثورة الجزائرية. أما فرحات عباس فيكتفى بالقول لم أجد الكلمات للتعبير عن شكري وعرفاني لهذا الدعم الصيني.
يوم 6 أكتوبر بمطار بكين، السلطات الصينية تودع الوفد الجزائري. رئيس الوزراء شوان لاي قال: قولوا للشعب الجزائري بأن الشعب الصيني سيقف دوما إلى جانب الثورة الجزائرية. أما فرحة عباس فقد قال: نعود بثقة وبتأكيد كبيرين بأن الصين تقف إلى جانب الجزائر ضد الإمبريالية من أجل انتزاع استقلالها. الأبطال ودعوا الصين وعادوا إلى مواقعهم القتالية، وهذه الصور تشهد على ما قدمته الصين للشعب الجزائري. ملايين الأطار